مرحبا اخواني الاعزاء، اليوم راح اتعلم شلون استخرج ملف دراجة صيني اللي هي بالنسبة للسجن الصيني، وتقريبا اغلب الدراجة الصينية نفس طريقة العمل ونفس شكل الملف ونفس الاداة اللي نستخرج بيها. المشكلة الوحيدة اللي تعاقبنا بالملف هي الماجنت، او احنا نسمي فلاي ويل او فلاوي احنا عندنا بلغتنا، اللي هو الجزء المغناطيسي اللي يلتصق على الملف اللي ما نقدر نسحبه لأن قوة مغناطيسية كبيرة جدا، فلازم نتغلب عليه. نحتاج أداة ومفتاح آخر يعني بالقوة نقدر نستخرجه. أكو يستخدمون طرق عالية، وهذا طبعا شيء خطر لأن راح احتمال ينعوج الماغنيت وبمرور الوقت يظل يشخط. المهم يعني طريقة خاطئة. هسه أول مرة نستخرج القبر، هذا الأول. أنا هو عندي باغي، بس أنا عندي بغيان لأن كثير الاستخدام. طبعا مجرد 4 باغي ما يتعب. راح استخدم الدريل استثمار الوقت. وصلنا للجزء الأصعب، الملف الماغنيت، العفو هذا الماغنيت، هذا بيه قوة مغناطيسية كبيرة جدا مرتبط بالجزء الحديد من الملف، ف يعني حتى لو بعد ما فتحنا هذا ما نقدر نسحبه. هسه المرة لازم نفتح هذا الملف الماغنيت، العفو، أما نستخدم فخة نحاول يعني شلون مثل ما نضب يدتين تجي من تلزم منها وتلزم منها ونثبت على شيء صلب، نحاول نفتحها بالاسبانة على يعني ما يفتح ويسبح حركة الاسبانة. بس انا عندي دريل راح اسوي على وجه السرعة. لقمة قياس 17 بالـ40. هاي مرات شنو اللي يسمونه هذا الواشر يحشي جوا. شوف هسه هاي واشر جوا، ما اقدر اسحبه انا. لازم شو اسوي؟ اجيب اي مغناطيس اقوى منه واسحب على طريقه. هسه خلي اجيب مغناطيس واوريكم طريقه. هسه احاول هاي قطعه من المغناطيس احاول اسحبه شوية شوية. هسه أحاول بالتفصيل. هستقبل أقدر أسحب إيدي، استخرجته. وبهاي اللحظة كملنا تقريبا مهمة، بقت المهمة الأصعب، شلون نسحب الماغنت من الملف. اكو عدة طرق، اكو طريقة يستخدمون فخة مال بولي يسمونه، تجي عبارة عن شو مثل ما اقول سوني ستاند، وتجي بيه شلون يدات يدمنا 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 وتنضغط ويبغي ينضب عليه، فهذه قوة الضغط على البغي راح تسحب اليدات، راح تنسحب تسحب وياها الملف. والطريقة الأفضل اللي هي من إنتاج الشركة نفسها، نروح لأي محل مال دراجات، دراجات صينية اللي هي البارت والبوكسر وهي شي، هاي الأداة، هذا المفتاح، هذا المفتاح الأصلي مالتها مال الشركة. هذا شنو طبعا؟ سعره 5000 دينار، لا حد يجيكم 25 10000، سعره 5000 دينار صيني. تروحون لأي محل مال دراجات، مو تفسيخ، محل بيع دراجات صينية. هذا شنو طبعا سنع عكس يعني ما ينضاف هيجي. طبعا خلي اخذي ما ينضاف هيجي، لا ينضاف بالعكس هيجي من اليسار على جهتي اليسار. ضبي انا بعد
بالحالة شو نسوي احنا؟ إذا ما عندك دريل، هاي اكو بي مثل الحزين هنا، انت بتبي سبانة، عدد سبانة 21 أو أكبر، أو سكو سبانة. سكو سبانة نضعنا عليها ونحاول نثبت الطرف الثاني على شيء صلب يقدر يتحمل يعني القوة المفاجئة، هي قاوم القوة المفاجئة مال سبانة اللي هي من هاي الجزء الثاني. هذا راح نضبه، هذا راح نضبه، ما راح نضب سن، راح يضغط على الملف، وهنا لازم تلسكو سبان هاي العلم ما يتحرك الملف كله فيطلع عندي. انا طبعا عندي دريل فراح اسوي على وجه السرعة، كذلك هو 17. احنا لازم نضب هسه طلع الملف، طلع الماغنيت، هذا ملف.